ومن الجزاء المعجل للمتواضع أن الله تعالى يزرع محبة هذا المتواضع في قلوب الناس، في قلوب الناس. قد تجد الرجل مثلا عنده سيئة، سيئة قد تكون عنده سيئتين، مثلا عنده مثلا الجهل، مثل ما يقول بعض السلف، الجهل ليس المقصود اللي ضد العلم، لا، الجهل اللي ضد الحلم، من فيه يعني حمق وعجلة مثلا، جهل وبخل. لما يأتي التواضع، سبحان الله، التواضع يغطي على هاتين السيئتين، يغطي على هاتين السيئتين، فتغيب هاتين السيئتين. في المقابل قد تجد بعض الناس لديه حسنات، وأضرب مثال حسنتين، أدب مثلا وعلم، لكن عنده كبر، تأتي هذه السيئة فتغطي على الفضيلتين، الفضيلتين. طالب علم متكبر، أحد يحبه؟ ما أحد يحبه. طالب علم أو عالم متكبر ما يرى الناس، من الذي يحب هذا؟ من الذي يحب؟ غني، رجل غني، تاجر من الأغنياء، لكنه متكبر على الناس، من الذي يحب؟ حتى لو جاملوه وداروه أو دهنوه أيضا، فإن هناك في نفوسهم شيء يبغضونه. فالكبر سبحان الله العظيم ضد التواضع، ولذلك المتكبر ممقوت في السماء وممقوت في الأرض.